بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن صفة الوضوء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخمر من الصلاة والسلام على رسول الله. إني نعم نادب تارت المرة واردة عيدك كشيء. نعم. صفة الوضوء أولا لابد أن ينوي بقلبه. برنزيلا تارت المذن أونامديا نيتاليا. نعم. يرومل نيتاليا. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نية يري نية مليون مذنيرة يروم ذولا نية ديات ودل مذولين عيدا مذول ثم يسمى يقول بسم الله عيدا إن برنز عيد مرضاد مذ تارة وسلام ذا بسم الله دي بسليات يغسل الكفين إكي قولوني إكي قولوني يويا سنة إكي قولوني يومك سنة إلا إذا استيقظ من نوم الليل لا نوم النهار يجب عليه أن يغسل الكفين ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء. إكي قولون يوم مقلق في النت دينا واجب بوليا إغير دا جيجة ياتب تران اندن ثان قلني حساب دلنا جيجة ياتب تران اندن ثان حكماني واجب قرمشت إكي لني نعم تارا تاليان قاوما سوى فقمذن اون حكمان ضررتو نعم إكي قولون يوم واجب بوليا. نعم. ثم يأخذ ما بيده اليمنى. ثق إل بلين ثو أليا إل قولون يوان ثان ثم يدخل الماء في فيه ويسحب الماء بمنخريه. ثق إل بلين ثو ألب أغذنا أليا ثوي ورشة ثو لينم قني برننا أليا. يدير الماء في فيه ثم يخرج الماء من فيه. ثم يستنثر يخرج الماء بشيء من الهواء المنخري مع استعمال اليد اليسرى. ثق إلولين ثو أغذنا وبرننا على النظام أغذنا تايقيا أغذنا تايقا ثو دوكيا وتب إلولين نعم برنني ثم ورنيا. نعم. يأخذ حفنة من ماء يدخل الماء في فيه ويسحب الماء بمنخري يتمضمض ثم يخرج الماء من أنفه. نعم. أغذنا تايقيا ثو ثغل بلن ثو أغذنا تايقيا برنن تايقيا و أغذنا تايقا ننثان ثو تقرب يعني تيبل ولين أم ثمورنيا نعم ثم يأخذ ماء ويغسل الوجه إكي قول لنا ثو ألب يذن يويا من هنا هذا الوجه من هنا إلى هنا في الطول يذن نير لرن يوم والحكماني قرنشته مانغلايمزن ساتشن باشلن يان يرولن اينغمز آرالغاي ومن هنا إلى هنا في الأرض يعني هذا هو حد الوجه. نعم. إكي قلوغ مدن طرفي جين لغنى وأذين لغنى ساتش مدن باشلن يان يرنن اينغمز نعم. ثم بعد هذا يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى استوعب المرفقين هنا إني كي يويان ثغ إلمذي يوك باشلن إلمذ قول مذي واثني ثق إلمذ برمقلمذن أوجنن بسلا ترثغمذ تشني ترثغمذ بلن بلي يعني لا يكفي غسل الكف الأول هنا لابد يغسل جميع هذه اليد من أطراف الأصابع حتى استوعب هنا المرفقين بسلا تارت بسلا مذ إلمذ يوون مذ يترلك لدال حكماني ثورت برمقلمذن أوجنن بسلا ترثغمذ بلن يويانسا İçini, dasını, hem kolumuzu yuvar. İç tarafını ve das tarafını. La yaksıl al-uğud hâda, la yaksıl o. Nâm. Elinin yukarısına geçmeye, tırsığına çenini yuvar. Yabda bil yedel yumna, thumma yedel yusra, min atraf al-asabi, hatta istav'ib al-mirfaqin. Edil şolori alay, sağılmızı yuvamızdan son, çepelmızı yuvar, barmaklamızın ucundan başla, barmaklamızın ağrıları ile هم يرني ونعم ترثي مذبلين يوياس نعم ثم يمسح يأخذ الماء ويمسح الرأس يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى ويدخل هذه الأصبعين في داخل الأذنين وبالإبهام يمسح الظاهر إلني ثو إلني ثو اليا إلني أولي يداني مسخ دي مسخ باشمزن باشلياس تا ين سامذة جنني ين سامذة برامذن ثم إذن جليا إلمن وبرمقلمذة غلقلمذة ثيوم مرمقمذ غلقلمذة ثلياث وبشم مرمقلمذ قلهم غلقمذن ثرت جذني
ثو لنا مديث مسخديث. نعم. ثم بعد هذا يغسل دون أن يمسح الرقبة، خطأ مسح الرقبة. نعم بوينوه ثرت مك خطأ ديا بوينوه ثرت المية تارة لاندا دينا باسن ثرت المية. نعم ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين. Sağ ayağın yuvup başlayan, sağ ayağın ta nama topuğuna çenli. Topuklan bilen bile, parmaklan aralarını bilen, hemme yerini kovadıp yuvmalı. Yüstehab an yukhallil asabi' arrejleyn. Mustahab, mustahab görülüyor. Sağ parmaklan aralarını bilen, su salıp yuvmalı. Arrejil al-yumna, thumma arrejil al-yusra ma'a al-ka'beyn. Ma'a al-tahlim. Sağ ayağımızı yuvup bütemizden sonra ne yapacağız? Çek ayağımızı topuğumuza çenli yuvuyoruz ve parmakla ağrısı bile yuvmakluk ne yapacağız? Mustahab. Naam, izen teha yakulet dual valid anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Tehre talp bütenden sonra peygamberimizden gelen duanı koya. Naam, la, izâ kâne yelbes alâ el-rijleyn cevâlib, şârib. Naam. Eğer de ayağını corap giyin mi olan olsa? Ve kâne kad لبس الجوربين بعد أن توضأ وضوء كامل وغسل الرجلين بالماء ثم لبس الجوربين له أن يمسح عليهما 24 ساعة إذا كان مقيما و 72 ساعة إذا كان مسافرا. إذا ده بتون تارتين على بتون ننثم دول ورشته هم أغلالرن يوب أيقلرن يوب بتون ننثم أيقنا جوراب كيثة شو الأدمى نعم مسخت مقلب Zoravının üstünden, ya olmazsa kufunun üstünden mesh etmeklik caiz. Üyündeki adam yani saparda değil adama 24 saatlap mesh edebiliyor. Sapardaki adama 3 gece günlüğün devamında mesh etmeklik caiz. Naam, yemsih fakat ala zahir, ala zahirahuma, naam. Dine zoravının mesh edeni, innik gezek teret alacak olunu neyme, sonra caiz. Zorabının üst tarafından mesih etmektir. Emme yemsah aleyhime bileyde l-yumna bileyde yusra hakala av yemsah evvelen al-yumna thumme yemsah ala al-yusra. Naam. Yasih hali ve sahhali. İki görünüşte de mesih etmektir cahil. Yani iki kolu ile bir vakitte iki butunun üstüne yani zorabının üstüne ya kuffunun üstüne neyme diye mesih ediyor. Ya olmasa da ilki sağ tarafına mesih çalıyor sonra çep tarafına. İki görünüşüm cahil. Naam.